أول شيء طبعاً تحية كبيرة للأستاذ ياسمين فريد والله يرحمه خلينا بصمة كبيرة في السينما المصرية والسينما العربية. سعيد فرحان مشاعر خلفه أول فيلم نقرأه هنا موجود في مهرجان القاهرة الدولي في المسابقة الدولية جائزة النقاد هذه كل شيء بمشاركة فريق كان مميز جدا واللي رجع له الفضل اللي اليوم موجودين هنا. نحب نشكر جميع الفريق برشا سيدي نحب نشكرهم الكل اللي عطوا واحد. نحب نشكر عائلتي اللي وقفت معايا. نحب نشكر مرتي موجودة. نحب نهدي جزائرية للبنت اللي توفيت في أول أسبوعين تحضير الفيلم. ربي يرحمها، ربي يرحم الوالد.